نتعرف بيك. انا محمد ايمن من مصر. المشروع بتاعك بتشارك بيه ايه؟ البروجكت بتاعي بيتكلم عن خلايا السرطان، كانسر تريتمنت، علاج جديد للسرطان باستخدام ماده معينه موجوده على كل ورق الشجر الموجود في العالم. اي ورق شجر موجود في العالم موجود عليها الماده دي. الماده دي بتعمل ايه؟ بتعزل خلايا ورق الشجر، بتخليها لا تدخل ولا تخرج اي حاجه. كوسيله من وسائل الدفاع النبات، لا تدخل ميكروبات ولا بكتيريا ولا تفقد ماده جديده في الكروت الصفراوي كده. انا بستخدم الماده دي وبدخلها على الكانسر سيل بحيث ان هي تغطي خلايا السرطان، تخليها ما تدخلش برده ولا تعمل نفس الافكت، بحيث ان هي تعزل خلايا السرطان، تخليها لا تحصل على الغذاء ولا الاكسجين ولا الميه. من غير العوامل دي مفيش طاقه خلاص، الخلايا السرطانيه هتموت لوحدها. ولما يجي جهاز المناعه عشان يتخلص من الخلايا الميته مع المواد التانية هيقدر ان هو يتعامل معاها عشان هي ماده طبيعيه اورجانيك.